هو طلع صدقة عن والده افطار صائم هل تصل له نعم تصل له اذا مات ابن ادم انقطع عمله الى من ثلاث صدقة جارية او ولد ولد صاحب له او علم ينتفع ينتفع به وجاء سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان امي ان امي ماتت وافطرت نفسها ولو تكلمت تصدقت اتصدق عنها يجزئها قال نعم تصدق عنها وفي وقت نظرت قال أقضي عنها قال اغضي عنها فانت بصدقتك هذه هذه قد احسنت الى والدك ويصل الى والدك ونسال الله الفلا ان يرحم اموات المسلمين